عبد الله حياك الله يا عبد الله. هلا والله يا الحين. عبد الله انت من الدوادمي صح ولا لا؟ والله. وش هالخيرات عندكم ما شاء الله في جبله من هناك؟ مريت جبله؟ شيك. وش الزين ما شاء الله، انا اول مره اروح لها لكن حقيقه شيء فخم. حارتنا ولا حارتهم؟ لا حارتهم. شكرا شكرا على التسويق السياحي، المرشد السياحي الاخ عبد الله حميد. يا ابو عبد الله كفو يا ابو عبد الله، رجع الكلام اللي قلناه، رجعه عبد الله، رجع الكلام. عبد الله شرفتنا باتصالك وباختيارك. دق التحيه للدوادمي وحيه وحيه حي اتصاله وحي من هو سكن خلاص لا يهون الله من شقره. طيب يا عبد الله اختار من الاشكال اللي بالازرق، عندك سكوتر، مروحه، خلاط، زمزميه، مبخر، فرن، حافظه. سيكل. ايش؟ سيكل؟ ايه سكوتر قصدي. سكوتر سكوتر يا عبد الله نسوي بيه؟ طبعا نتمشى بيه سكوتر. لا ما اخترتني يا دوادمي. السيكل مو عندنا عند جيراني يا ولد، خلنا نمسك هالخط. يلا يلا عبد الله يقول السؤال سوره في القران الكريم. طلع عندك السؤال. طلع السؤال. اي عشان خلاص سوره في القران الكريم تسمى سوره الملائكه، هل هي الرحمن ام فاطر ام فاطر ام الملك؟ اتوقع هل هي الرحمن ام فاطر ام الملك؟ يغششون المتصل ويعلمونه ويقولون لا ام فاطر. نعم لا شك مقولات لها دور كبير. لا تعلمون احد صراحه يعني. ما علمنا يا اخي، يقول له ام فاطر. يلا لا لا يلا يا عبد الله يلا راح الوقت. هل هو الرحمن هل هي الرحمن ام قال ايش قال؟ فاطر فاطر يلا فاطر. يستاهل 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 ابو عابد يستاهل. قبل صحيح قبل صحيح ابو عابد يستاهل. سمعني سياحك الطارب سمعني سياحك الطارب سمعني ايوه علمتوه سمعني علموه 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 سمعني علم من اول علق طفن انت.